انا بالنسبه لي المدرب خلى اللاعبين تحت ضغط. قل لي ليش؟ لا لا ما لانه ولا لاعب قدم مستواه المتعارف يا حبيبي 45 دقيقة يا علاء، 45 علي دقيقة علي حمادي يحب المساحات، لا 45 دقيقة يا علاء يا علاء يا بن شبدي 45 دقيقة تبي تحكم على اللاعب 45 دقيقة صاروا تحت لا 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 استاذ حيدر استاذ حيدر استاذ حيدر وعلى فكرة بس عفوا ولا سلبية في المباراة شنو ولا سلبية؟ ولا سلبية ولا سلبية ولا سلبية في المباراة هجمة ما هجمة وهي مي سلبية لا لا مو سلبية لا هجمتين في الشوط الاول المدرب ياخذ الغرشة الماي يفلتها كذي يا حبيبي يعني دافع عادي مباراة عادية ترى انت دوخت بهاللقطة هذه اللقطة ما قضبت علينا هاللقطة الله يهداك يا استاذ سعد والله رجع رايح وراد على هاللقطة يعني مدرب مقولين عليه جول ايش تبي يسوي يا علاء ما قالوا مباراة عادية تجربة ايه عادية داخل عليهم جول جول تعادل يا علاء ليش تتأثر اذا دخل عليهم شو ما يتأثر يا عقب نفسك انت تقول مباراة عادية شو ما يتأثر يا علاء الله يهداك شلون ما يسدر مدرب داخل عليه جول شلون بس بالمباراه الوديه لا سلبيه هاي مثاليه عاليه ما في ولا سلبيه ولا سلبيه, ولا سلبية. هاي مي هاي مستفز والله لا لا ابو حسين ابو هادي استاذ حيدر ابو هادي مستفز استاذ حيدر استاذ حيدر والله